بعد تراجع أسهم دويتش بنك بشكل ملحوظ صباح اليوم بنحو 9% في فرانكفورت، أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية ظهر اليوم أن دويتش بنك على وشك التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين أمريكيين من أجل دفع مبلغ 5 مليارات و400 ألف دولار بهدف تسوية الاتهامات المتعلقة ببيع سندات أرهن عقارية بين الجهتين. دويتش بنك أحد أكبر البنوك الدائنة في ألمانيا، كان قد صرح منذ أسبوعين أنه سيحاول جاهدا تخفيض المبلغ المطلوب من وزارة العدل الأمريكية والذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار. وفقا لوكالة الأخبار الفرنسية، سيتم الإعلان عن الاتفاق في خلال يومين.